سمارة بنتيجة قياسية رقم كبير في سيمي فاينال البطولة الأفريقية سكور 37-19 لصالح النادي الأهلي ويتأهل إلى المباراة النهائية بإذن الله لمواجهة الاتحاد الليبي. معي الكابتن محمد عادل المدرب العام لفريق الأهلي. بقول لك مبروك الفوز على وداد سمارة، أداء ونتيجة وشكل رائع خلاص مع نهاية البطولة والوصول للفاينال غدا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. طبعا الولاد النهارده كلهم الحمد لله كانوا في مستوى كويس، كان في تركيز عالي. اعتقد فرقه وداد سماره احنا لعبناها سيمي فاينل السنه اللي فاتت في بطولتين افريقيا، ابطال الدوري وابطال الكاس، وقدرنا ان احنا نتغلب عليهم. لكن اعتقد ان المباراه بتاعه النهارده هم فكروا في مباراه الثالث والرابع بدري، يعني هم نازلين عارفين في فرق امكانيات، ما عبوش يرهقوا اللعيبه بتاعتهم، فالمباراه كانت مريحه من الاول. حاسس ان فرقه الاهلي واخد الامور بجديه، والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر ووفقنا وكسبنا المباراه. طيب كابتن محمد، يعني بشكل عام الفريق وصل للمباراه النهائيه، الشكل بالنسبه للفريق بعد الوصول للختام والنهائي كيف تراه؟ والحمد لله لاعبين في اتم الاستعداد، ولا هيكون في غيابات في المباراه النهائيه؟ لا الحمد لله، بالنسبه للغيابات الحمد لله بكر كان عنده اصابه، الحمد لله النهارده رجع تاني للبطوله. عمر حجاج نفس الكلام، الحمد لله ما فيش اصابات. احنا واضح طبعا الحمد لله يعني في فرق في المستوى بيننا وبين كل الفرق اللي احنا بنلاعبها. نتمنى ان شاء الله بكره الولاد يبقوا على قد المسؤوليه ويبقى في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ونقدر نسعد جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ونحقق بطوله افريقيا باذن الله. ايه ابرز حاجه الجهاز الفني ركز عليها في الكلام مع اللاعبين من الكابتن عاصم حماد ومن حضرتك، خاصه ان الشكل النهارده والوصول بالنهائي الاهلي مختلف تماما عن مباراه السوبر؟ احنا كل اللي ركزنا عليه ان احنا لازم نحترم المنافس مهما كان. احنا بنلعب بطل الكاميرون من اول يوم في البطوله، مرينا ببطل الكاميرون وبعدين الاتحاد الليبي، ان شاء الله احنا هنلعبه بكره في النهائي مباراه ريد ستار في دور الثمانيه، النهارده مباراه قبل النهائي امام فريق وداد سماره المغربي. كل اللي ركزنا عليه احترام الفريق المنافس، لازم ندي كل فرقه قيمتها ووضعها، وده ظهر في الملعب الحمد لله. فعلا الولاد بينزلوا ويدوا احترام المنافس وقدروا يأدوا بشكل كويس، والحمد لله كان في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. سؤال اخير كابتن محمد، هل اختلاف مباراه الاتحاد الليبي في الدور الاول هتختلف عن مباراه الفاينل؟ ظروف واجواء وكواليس هذه المباراه في ظل انك نفس الفريق عارف ادائك وامكانياتك اللي ظهرت في بدايه البطوله؟ هو اكيد المباراه تختلف، لان احنا مباراتنا معاهم كانت في الدور الاول، كنا احنا الاثنين خلاص طلعنا دور الثمانيه، بس المباراه كانت متوقفه مين يطلع اول او ثاني مجموعه، ما كانتش فارقه كتير. فطبعا بكره هتبقى مباراه اقوى بكتير، هم جايين كمان لاعبين نهائي بطوله عربيه، فهم فريق جاهز، معاهم محترف تونسي، معاهم محترف من عندنا من مصر، من نادي اسمه غريب، فرقه محترمه، وان شاء الله باذن الله نقدر نبتدي نعد لها من النهارده باذن الله. بشكرك كابتن محمد، موفقين بكره باذن الله. ان شاء الله، شكرا، ربنا يخليك. مستمرين معاك كابتن هيثم السعيدي، بينضم لي في هذه اللحظات كابتن احمد عبد الرحمن.